السلام عليكم. اليوم السبت 22/2 من محافظة النجف 2020. يعني وزارة الصحة مديرية صحة النجف أعلنت أنه كل المنافذ الحدودية مع إيران سواء كانت مطارات أو موانئ أو منافذ برية تغلق، والوافد اللي جاي من إيران سواء كان عراقي أو إيراني راح يتعرض إلى فحص طبي حجر، حسب ما سمعنا أنه الحجر راح يتخلله أسبوعين للتأكد أنه الوافد خالي من هذه الأمراض. اللي صار أنه إيران بيها 31 محافظة، ما ضربت هذه المحافظات بفيروس كورونا إلا المحافظة اللي قاعد بيها سيد مقتدى الصدر. زين سيد مقتدى الصدر البارحة جاي للعراق، حلبي عراقي هذا، بس سيد يعني ما أعرف والله العظيم ليش المعايير تطبق على المواطن العراقي البسيط، معايير السلامة من فيروس كورونا تطبق على المواطن البسيط وما تطبق على أحزاب. مفروض أنت سيد وقائد وتقول أنت الثائر وقائد الثوار، تطبقها على نفسك، تكون أنت قدوة لهاي الثوار. زين تطبقها الأول على نفسك، مو قبل تجي من المطار تروح للإمام علي. زين وإذا حجينا جماهيرك ما تقبل، أنت مقدس. زين باشر عقبه اذا طلعت حاله كورونا بالعراق، حد الان ما العراق ما في حاله، بس اذا طلعت حاله كورونا ايش راح يقولون؟ راس من يذبوها. زين فاتمنى انه يعني خاصه الضحك، مو هنا الضحك، مع مدير صحه النجف دكتور رضواني، كل تحياتي اليه. دكتور رضواني يقول اي وافد من ايران مستحيل يدخل النجف الى ما ينفحص وينحجر. دكتور رضوان طبقت على سيد مقتدى الصدر. اي فهذا اليوم رسالتنا يابا، طلعت كورونا بس على المواطن البسيط، ما طلعت على احزاب، الاحزاب سالمين حتى اذا يعدون العراق كليته ماكو مشكله، المهم هم ما ينحجرون ومعايير السلامه ما تطبق عليهم، تطبق بس على هذا المقرود. زين المهم اللهم احفظ العراق والشعب العراقي وجنبنا شر هذا المرض، واللهم يهدي شركات الأدوية العالمية تبطل هذا الاستهتار بهاي الفيروسات وتعلن، يعني تعلن المصل المضاد والترياك المضاد لهذا المرض، وتنهي هاي المأساة الدولية، هاي المأساة الإنسانية اللي جاي تعاني من عندها كل دول العالم. أتمنى الشفاء العاجل للصين الشعبية ولكل الدول. زين واللهم احفظ الإنسان أينما كان، هاي رسالتنا اليوم الإنسانية ومحبتنا لكل الناس الطيبة. تحياتي لكم. يا الله وهاي العراق شوفوا شلون حلو، أمشي بي وما خايفة لا من أحزاب ولا أعبر بحريتي وبصوتي. يا هسه راح أعبر، شوفوا شرطة المرور منتظرني بديك الجهة. يلا باي باي.